وينهن؟ على الأغلب حطيتهم بجيبة شي جاكيت. مانن بهاد ولا بهاد كمان. وين حطيت هالمصاري لكان؟ يا الله ميسون، ميسون جميلة، في تفسير واحد لكل هالأحلام وهو إنه نحن ما قدرنا نجيب ولد، ولهيك أنت بتضلي زعلانة. لا مو هيك. ليكي إذا بدك منرجع منجرب طفل الأنبوب مرة تانية، إذا زبط بيكون منيح، وإذا غير هيك بنسكر القصة. رح نخلي أملنا بالله كبير. إذا ضليت تفكري بالموضوع رح تأذي حالك، لهيك لبقى تفكري فيه. طيب شو جاب هاي البنت على بالي؟ أنا ليش عم شوفها؟ لا تعذبي حالك وتدوري، دورت بكل الجواكيت. لو انك متذكر على القليلة وين حاططهم. عم قلك حطيتهم بجيبة الجاكيت. ايه ما لقيتهم. بعرف انك ما لقيتيهم، في حدا سرقهم. مين رح يسرقهم يا حمدي؟ ما بعرف مين سرقهم، بس اكيد مو شغل حرامي محترف، هذا شغل حدا قريب يلي سرقهم وبيعرف البيت منيح. بس باخر فترة ما حدا غريب زارنا. هذا بيعني السارق من البيت. مين؟ يعني لا انت ولا ايبرو بتعملوها. قصدك انه زهرة؟ خلصنا حمدي، خاف الله يا رجل، زهرة مستحيل تفكر تعمل هذا الشيء وتمد ايدها بنوب. لا تكوني واثقة كل هالقد ميسون، انا رح بين لك انه معي حق. امي امي لا تتركيني بابا. امي ما عاد اتحمل، بكفي قرفت من كوابيسها لهي البنت. خلص مشان الله لا ضايقها هلا حمدي، هي نايمة ومو حاسة. خليها نايمة، بس يكون بعلمك هي اخر يوم بتنام بهالبيت. أوه. هالبنت ما عم تطلع من راسي أبدا، أكيد هاي إشارة ورح أعرف هالليلة. أنا لازم أعرف شو القصة. صباح الخير بابا. صباح الخير بنتي، وين زهرة؟ ليك وراي. صباح الخير عمي. صباح الخير. شو جاهزين؟ ايه. إبرو معك مصاري؟ ما معي بنوب. انا معي. عم تبيع إلام لهيك مع مصروف. أرجيني قديش معك، خلينا نشوف. بس هدول؟ ايه. ما في غيرهم زهرة؟ لا والله. روحوا على مدرستكم بلا ما تتأخروا.
ميسون أعطيهم مصروف اليوم. يا الله ساعدني. أنا رايح. بس ما فطرت يا صبري. ما عندي وقت، مثل ما بتعرفي أنا عندي اجتماع اليوم بالشغل. آه كنت نسيان الموضوع. لأنك لسه متأسرة بحلم مبارح. ليك صبري، قليلي، إذا علقت على حدا ما بتعرفه بكلمة مو حلوة وهالكلمة جرحته، شو بتعمل وقتها؟ شو قصدك؟ مثل وقت تقول لواحد إنه حرامي وأنت متأكد إنه مو هيك. أنت بتعرفي أكتر مني إنه هذا غلط وما بينغفر يا جميلة. ليش عم تسألي هالسؤال؟ ولا شي، بس مجرد سؤال. إذا ما عمل شي وقلتي له إنه حرامي مو ظابطة. حمدي أنت عم تظلمها للبنت. زهرة مستحيل تعمل هيك شي. لكن وين راحت المصاري يا ميسون؟ أكيد ما تبخرت. بلكي حاطهم بشي مكان ونسيانهم. من ساعتين وأنا عم دور بكل البيت وما لقيت أي شيء. ما ضل مكان بالبيت إلا فتشت فيه. المصاري انسرقت بقلب بيتي يا ميسون. بس أنا رح أكشف يلي سرقهم على الأكيد. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.